الفنانة منى داغر، يا ترى ما حقيقة إسلامها وما حقيقة أنها دفنت بالبقيع وصلى عليها 50,000 مصلي في جنازتها؟ منى داغر اسمها الحقيقي إيلين داغر، ولدت يوم 13 نوفمبر عام 1923. اختارت اسمها الفني لتصبح الممثلة المصرية منى. والدتها هي الفنانة والمنتجة آسيا داغر، التي قدمت أول فيلم قصير في تاريخ السينما اللبنانية، وهو تحت ظلال الأرز عام 1922، أي بعد عامين من الاحتلال الفرنسي. سافرت إلى مصر بصحبة ابنتها الوحيدة إيلين وشقيقتها وابنتها الفنانة ماري كوين، حيث أقامت بالأسكندرية مع ابن عمها أسعد داغر الذي كان صحفيا في جريدة الأهرام. قدمت منى أول تجاربها التمثيلية في السينما من خلال فيلم المجنان عام 1944، بطولة إسماعيل ياسين وعبد الفتاح الأسري وزينات صدقي، من تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج هنري بركات وإنتاج آسيا داغر. اشتهرت بأدوار الفتاة الشريرة والحقودة في أغلبية أدوارها، وقدمت ما يقرب من 20 فيلما من إنتاج والدتها. أحبت شابا يدعى علي منصور، أنجح وأشهر المحامين في الخمسينيات، وذلك بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير فيلما يا ظالمني. واحترم الثنائي عقيدتهما وتعهدوا بأن يبذل كل منهما نفسه في إسعاد الآخر. وأشهرت إسلامها بعد زواج دام لمدة 5 شهور، بعدما نال زوجها إعجابها سواء في الأخلاق أو الالتزام بالعبادات. قررت أن تؤدي مناسك الحج، وكانت وقتها حامل، وأنجبت أثناء تأديتها فريضة الحج ابنتها الكبرى، والتي أطلقت عليها فاطمة الزهراء، على اسم فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنجبت 3 بنات، ثم اعتزلت مجال التمثيل، ودخلت مع والدتها المنتجة آسيا داغر حربا شرسة لحرق جميع أفلامها. لكن والدتها رفضت تلبية أمنيتها، مبررة لها بأن أفلامها إنتاج وتاريخ سينمائي لا يمكن إطلاقا أن يمحى من التاريخ. ومن أبرز الأحلام التي كانت تراود الفنانة منى داغر طوال حياتها أن تدفن في المدينة المنورة، لترحل عن عالمنا يوم 6 يونيو عام 2000 عن عمر يناهي 76 عام. لكن الرواية اللي بتقول إن هي دفنت بالبقيع وصلى عليها 50,000 مصلي، لا، دي رواية غير صحيحة، لأنها والكلام ده وارد على لسان ابنها إن هي دفنت في القاهرة في مقابر الأسرة.